يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد، خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضد. أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. فعد عما ترى إذ لارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجدي، مقذوفة بدخيس النحض بازلها، له صريف صريف القعو بالمسد. كأن رحلي وقد زال النهار بنا، يوم الجليل على مستأنس وحدي، من وحش وجرة موشي أكارعه، طاوي المصير كسيف الصيقل الفريد. أسرت عليه من الجوزاء سارية، تزجي الشمال عليه جامد البرد. فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد، فبثهن عليه واستمر به صمع الكعوب بريئات من الحرد. وكان ضمران منه حيث يوزعه طعن المعارك عند المحجر النجد، شك الفريصة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد. كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد، فظل يعجم أعلى الروق منقبضا في حال كل لون صدق غير ذي أودي. لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قودي، قالت له النفس إني لا أرى طمعا، وإن مولاك لم يسلم ولم يصدي. فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد، ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد، إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد، ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد، إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. أعطى لفارهة حلو توابعها من المواهب لا تعطى على نكد، الواهب المئة المعكاء زينها سعدان توضح في أوبارها اللبد، والأدم قد خيست فتلا مرافقها مشدودة برحال الحيرة الجدد، والراكضات ذيول الريط فانقها برد الهواجر كالغزلان بالجرد، والخيل تمزع غربا في أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد. احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزدي، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد، فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي، والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. ما قلت من سيء مما أتيت به، إذن فلا رفعت سوطي إلي يدي، إلا مقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قرعا على الكبد. أنبئت أن أبا قابوس أوعدني، ولا قرار على زأر من الأسد، مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي، لا تقذفني بركن لا كفاء له، وإن تأثفك الأعداء بالرفد. فما الفرات إذا هب الرياح له، ترمي غواربه العبرين بالزبد، يمده كل واد مترع لجب فيه ركام من الينبوت والخضد، يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد، يوما بأجود منه سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد. هذا الثناء فإن تسمع به حسنا، فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد، ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت، فإن صاحبها مشارك نكدي.